مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد مع سيدة الستات. الموضوع اللي هكلمكم فيه هو مش جديد، هو قديم وجديد ومتواصل ومستمر وماضي وحاضر ومستقبل، لأن كتير مننا بيحاول طول الوقت إن هو يعمل دايت علشان يفقد جزء من وزنه الزايد وبيفشل، وده بيسبب له على طول اكتئاب وغضب. بس قبل ما نكتئب ونزعل لازم نعرف ان احنا اكيد عملنا حاجة غلط في وقت ما، وبالتحديد في وقت تنفيذ الدايت، وده اللي رصده تقرير لصحيفة تايم ناو نيوز. وبيتكلموا يعني التقرير ده مش رأيي على فكرة، ده التقرير اللي بيقوله، هقولكوا ده ليه مش رأيي في الآخر. التقرير بيقول ان اول الاخطاء دي اننا ما بنحرصش على الدايت او خلال الدايت على ممارسة الرياضة بحجة ان مفيش وقت مثلا، رغم ان الخمول البدني هو احد اسباب عدم نجاح اي خطة لفقدان الوزن. تاني خطأ زي ما التقرير بيقول هو تناول المشروبات بدون تفرقة ما بين المفيد من المشروبات للدايت وما بين اللي بيساعد على زيادة الوزن زي العصاير المصنعة، المشروبات الغازية. وتالت خطأ هو قلة النوم. قلة النوم بتسبب اختلال هرموني وده بيسبب طبعا زيادة في الوزن، أنا متفقة يعني مع التقرير في النقطة دي. رابع خطأ رصدته الصحيفة هو تخطي الوجبات، بمعنى أن في ناس بتلجأ لتجويع نفسها بالاستغناء عن بعض الوجبات، وده غالبا بيخليهم يأكلوا كميات أكبر في الوجبة الواحدة، وبالتالي زيادة الوزن بدل من خسارته. الخطأ الخامس والأخير زي ما التقرير بيقول عدم شرب كتير من المية، رغم إن أهميتها كبيرة جدا في تحسين الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، ودي كانت الأخطاء اللي رصدتها صحيفة تايم ناو نيوز. أنا بقى عايز أقول لكم على حاجة دلوقتي، اللي بيعملوا التقارير دي جننونا رسمي نظمي، لأن دلوقتي بقى فيه الكيتو دايت اللي هو بيعتمد على البروتينات بس ونقلل الكربوهيدرات أو النشويات، وحاجة تانية كمان هي الانترميتنت فاستنج اللي هو الصيام المتقطع. النظرية دي بتقوله اننا نفضل تقريبا كده 16 ساعة، ده تايب يعني او نوع من انواع الانترميتنت فاستنج او الصيام المتقطع، 18 ساعة بدون اكل و 8 ساعات هو الشباك او النافذة اللي ناكل من خلالها. لا اللي عمل كده بس نجح، ولا اللي اكل وجبات صغيرة 5 6 7 8 10 وجبات نجح. على ما اعتقد ان اللي داخل يبقى أقل من اللي خارج، اللي خارج ده طاقة بنعملها، اللي داخل يبقى أقل. تعملوها إزاي بقى؟ كل واحد بطريقته. اللي يأكل نوع واحد مثلا من المأكولات بس يكون نوع الكالوريز بتاعته مش كتيرة، اللي يحاول إن هو يأكل وجبات صغيرة زي ما قلنا، اللي يحاول إن هو يقعد أكبر وقت ممكن ما يأكلش بس يشرب مية كتير، مشروبات عشبية زي بقى شاي من غير سكر، كوفي من غير سكر، أي حاجة من غير سكر، أعشاب، ينسون، كركديه، أي مشروبات عشبية من غير سكر. المهم اللي داخل من الكالوريز أو السعرات الحرارية يبقى أقل من اللي احنا أو اللي طالع أكتر من اللي داخل. أعتقد يعني كل واحد مننا له أسلوبه وعارف جسمه إزاي ممكن يخس، وإحنا هنا الزملاء ممكن نعمل لكم كتاب عن طريقة فقدان الوزن، كل واحد يقول لنا تجربته أكتر طريقة نجح فيها أو بيها إن هو يخسر وزن، يا ريت يبعت لنا على صفحة ست الستات. وإن شاء الله أوعدكم إن احنا نعمل فقرة مننا فينا، يعني من غير خبير تغذية، من غير ما نعرف آراء خارجية ولا تقارير، كل واحد يقول تجربته ويكلمني في التليفون، وفي النهاية أكيد كلنا هنكون فكرة إزاي ممكن نخس. إلهي يا رب. طيب بعد الفاصل هنعرف بقى حاجة تانية، ازاي ممكن نحول كراكيب بيتنا لديكور في غاية الجمال. الإجابة على السؤال ده هنعرفها بعد الفاصل في ست الستات، خليكم معانا. كل
كل بيت من بيوتنا في مصر فيه كراكيب. على فكرة الكراكيب دي بتبقى لذيذة جدا، ويعني من إهمالنا للكراكيب بنخصص بقى مكان أو أوضة للكراكيب دي، نفضل نرمي فيها صندرة بلكونة، في ناس بترميها بقى فوق السطوح. لكن ضيفتنا النهاردة قررت إنها تستغل الكراكيب دي وتحولها كلها لأساس وديكور وتحف فنية في بيتها، حاجات أولا تسليها، تاني حاجة حاجات ممكن نستعملها في البيت ويبقى شكلها كأننا شارينها. شيماء صلاح هي ضيفتنا النهاردة اللي برحب بيها. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. الأول كده استعراض سريع لقدامنا، شيماء جاية وجايبة معاها شنطة مليانة مفارش وخدديات وشنط، وعامله بوفات كمان، ويعني قالت ان في اكتر من استخدام للحاجات اللي هي جايباها معانا النهارده. الاول عايز اتعرف عليك يا شيماء، اساسا كده دي هوايه ولا دراسه ولا ايه؟ ولا ده ولا ده. امال ايه بقى؟ انا اصلا بشتغل في السياحه، و بس لما اضطرينا ان احنا نقعد علشان كورونا، الناس كلها اتجهت انها تعمل الاكل في البيت، الكيك الطبق المشهور بتاعنا اللي كان على طول بيتعمل، انا اتجهت ان انا اعمل حاجه تانية تسليني وتبقى مفيده شويه عشان اسلي وقتي. عملت اكتر من حاجه، اصحابي شافوها طلبوا ان هم يعني ياخدوا منها، فبقيت ان انا انمي الموضوع، ان انا بقيت بكتشف ان مثلا الخيش معروف انه اللون البيج، اكتشفت ان هو في منه الوان. ايوه جميل. يعني يعني مش انت صبغاه ولا حاجه؟ لا لا، هو بيتباع، انت جايباه، هو بيتباع جاهز. اوكي بالمتر بقى؟ بالمتر. اوكي اكتشفت تاني يعني هو الخيش حلو لما نضيف عليه اي حاجات بتبقى ظريفه. انا عامله هنا دونتال، عامله حاجات دونتال، وعامله حاجات في ورد وفي الجوبير وفي ورد. اوكي تطريز اكسسوارز اللي هي اللي بتتحط على ال ده مش تطريز مكنه، ده الورد في قماش السواري بتاع فساتين السيدات. أوكي. انا جبته وفرغته، او بمعنى اصح كان في فستان عندي قديم وانا فرغته وعملته واستخدمته وبس، وشويه تل صغير علشان اعمل شكل يعني يليق مع دي مفارش للسفره. دي مفارش للسفره للاطباق، عملت منها اشكال مفارش للسفره. وهي كمان الله، تصدقي فعلا الخيش لما بيبقى ملون بيبقى لونه حلو، اللون بيدي شكل بيغير خالص، محدش مصدق ان ده خيش. جميل. بس انت بقى هل البدايه بتاعتك كانت فعلا الكراكيب ولا اول كركوبه؟ اول حاجه عملتيها اول كركوبه الكاوتش، كاوتش العربيه. انت امتديتي من كراكيب البيت لكراكيب بتاعه العربيه كمان. يعني كاوتش العربيه انا نفسي، يعني حرام كاوتش العربيات بيترمي في الشارع كتير، ما بيستغلهوش صح، مع انه ليه اكتر من استخدام كويس قوي وهيفيدنا جدا. انا عملته باف، رحت لمنجد الاول عايزه اتعلم، علمني بصراحه. بعد كده جبت دباسه يدويه، ودي من ايدي انا، دي انا اللي عاملاها. لا دي بدباسه يدويه، دباسه يدويه زي بتاعه الورق ولا ليها حاجه زي بتاعه الورق بس هي كبيره شويه؟ اوكي يعني هي نفس الدبوس بتاع الورق بس هو حجمه كبير شويه، بس هي دباسه يدويه. اللي عند المنجد بيبقى ليها كومبوسر كبير. انا حبيت ان ترمي بترمي وسريعه، يعني لو جت في ايدك لقطه كده. لكن دي يدويه، يعني هي بتضغط شويه على الايد بس هي شغلها لطيف مش وحش، اللي احنا ممكن نعمل اي حاجه في بيتنا سهل. لا لحظه واحده، يعني ده بدل الخياطه؟ هي فيها خياطه بس هي فيها خياطه جنب واحد. اوكي والباقي دبابيس؟ الباقي كله دبابيس. اوكي دبابيس كله. الدباسه. هل دبابيس الدباسه دي بتبقى متينه يا شيماء؟ يعني ممكن حد يستعمل ده كبوف مثلا ويقعد وما تنفجرش؟ هي فيها طبقه خشب، القعده فيها طبقه خشب علشان اللي يقعد يعني تبقى ماسكه نفسها. ماسكه نفسها كده، واللي يقعد يبقى مرتاح. اوكي تمام. وحتى الجدار بتاع الاطار من بره انا برضه حاطه له طبقه فايبر. تمام، علشان برضه لو صدفت ويعني احنا قعدنا عليها ولمسناها نبقى القعده بتاعتها لطيفه. اوكي. وفي منه المدهون برضه بيبقى ظريف لو احنا اللي هو كاوتش. بس المدهون ده اكتر شفته في جناين وعاملينه زي اطار للورد او للزرع. انا عامله بيبقى باتس بطريقه معينه كده في البلكونات او في الجناين. انا عاملاه برضه مدهون وعامله له برضه قاعده، انه برضه القعده بقطعه خشبيه علشان يبقى يعني نستغل هو. أيوة موجود طبعًا. يعني هو موجود ونستغل، الاولاد يقعدوا عليه احنا نقعد عليه، القعده مرجيحة. ظريفه. وعاملاه مرجيحه وعملت منه نجفه،
لا من الكاوتش؟ من الكاوتش. بس ده هيبقى يعني ده لو وقع على راس حد لا ما انا عامله معلش المقاس بتاع التوك توك المقاس اصغر حاجه خالص عشان فعلا تديني اضاءه كبيره والسلاسل اللي بيتحمل عليها يعني تبقى كويسه زي جنزير كده حاجه هي السعيه السلاسل اللي بتعلق بيها النجف. اوكي تمام. طيب قولي لي ايه تاني في الاول البدايه بتاعتك بعد الكاوتش ايه؟ ما كملتيش بقى كاوتش انت اتمرتي بقى خلاص بقى انا عملت الكاوتش يعني خلاص زهقتي زهقت حسيت ان انا عملت حاجه وخلصت منها ولو اكتر من حاجه وحد طلب منك اصحابي طلبوا مني وعملت القعده العربي عملت قعده عربي بشكل جديد القعده العربي المعروف اللي هي الشلت في الارض. أوكي. انا عملت القعده العربي اربع مقاعد بالترابيزه بتاعتي كمان ترابيزه بترابيزه ده انت يعني ده انت قضيتي وقتك يعني استثمرتي وقتك ما احنا فاضيين بقى قاعدين احنا ما بنعملش حاجه. طب سؤال كده هل الموضوع صحباتك ان هم عايزوا الحاجات دي وعجبتهم ما ادكيش فكره انك انت بقى تعملي بيج تحاولي تسوقي لنفسك الحاجات اليدويه اللي بتعمليها؟ بصراحه انا عامله بيج ليا على الفيسبوك. عملتي كده فعلا؟ عملت فعلا كده وان هو ما فيش امل ان السياحه ترجع تاني في ليه الوقت ليه الحالي. ليه ما شاء الله بدات اهي ترجع السوق الخارجي لسه شويه هيحصل يعني هيحصل بس شويه بس اللي اتعود انه ينزل كل يوم شغل 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 صعب انه يقعد يعني انا كنت بمر بازمه نفسيه صعبه ان انا قاعده مش بشتغل ده بالنسبه لي طوق النجاه ان انا خلاص رجعت تاني اشتغل. طبعا احنا هنبدا بقى نستعرض الابتكارات والاختراعات بتاعه شيماء ده حافظه ادوات الطعام خيش برضه خيش كله الله يعني ممكن حد يعمل طقم للشوك والمعالق والسكاكين والمات اللي معاها كمان اللي بنحط عليها تمام الطبق تمام انا مش بلزم كله مع بعض ممكن حاجه كل حاجه لوحدها النجفه الكاوتش واو بس الداير ما يدور لا هو علشان السقف نفسه فيه شغل الجبس اللي حواليها الابيض ده الجبس وهي في صغيره خارجيه بس هي الكاوتش دي مقاس 13 مقاس العربيات الصغيره بس دي النجفه الكاوتش افكار والله وحتى ده استعملتيه في البيت كمان في بيتك عندي انا استعملته اهي دي اللي هي دي دي هي دي لا والله افكار تحفه. طيب بعد كده بقى ده المفرش اللي هو زي ده بس لون تاني عملت حافظه ادوات الطعام دخلت بقى دي شماعه على فكره شماعه ستانلس عملت فيها شويه ورد وعملت شكل تاني باللولي جميل لا ده ممكن يبقى زي شماعة. تابلو او شم... انا فاهمه يعني ممكن يتعلق كشكل جمالي على حيطان هي فكره ان في حاجات احنا مش هي ما بتبقاش كراكيب احنا بنبقى زهقنا منها جبنا حاجات تانية جديده فهي بقت عندنا كتير نرميها صح. طب ليه نرميها ده طقم فناجيل كلنا عروسة. زمان الجيل بتاعنا بتاع زمان لازم ماما كانت تجيب حاجات اللي هي الساده وحاجات كتيره والموديل بتاعها قديم شويه فلازم اجددها شويه اكسسوري وشويه لولي واو بس دي غير قابله للغسل دي للعرض بس للغسل بس يعني مش ميه سخنه اوكي غساله يعني طيب ده ده كيس من الخيش كنت عامله لي العيد كيس العيديه الله السنة دي كانت العيديه فلوس قليله شويه عشان ما فيش فلوس تبقى محفظه بس بقى. كانت وكانت معموله وعملتها كيس للسبوع لهدايا السبوع للاطفال للبيبي ممكن نكتب اسم بيبي عليها حلوه كنت حاطه فيها العيديه بطريقه لطيفه كده عجبت الاطفال ده الكاوتش المدهون عاملاه بقى بسبراي مش كده لا يا فندم دهناه فرشه حلوه قوي طب قولي لي كده يا شيماء يعني لو السياحه رجعت او مش لو لما ترجع هي اوريدي يا جماعه على فكره في بعض الاماكن رجعت وانا شفت سياح كتير بس يعني اقصد لما ترجع لرونقها او للنجاح الكبير اللي كانت فيه في مصر قبل كده تسيبي الكراكيب وترجعي لا خالص لا لا, لا طبعا لا لا يعني ده الشغل اليدوي ده عجبك اكتر جدا بعدين انا بشتغل وانا في البيت يعني مش انت عندك ولاد عندك عندي بنوته وعندي ولد اوكي بيساعدوكي يعني في الشر والحط يعني مش قوي لكن ايه تعليقهم ماما قاعده وعماله ماسكه مقصات لا بالنسبه لهم كانت حاجه كويسه ومامي قاعده دلوقتي وهي قاعده قافله على نفسها يعني خلاص في حاله نفسيه وحشه انها مش بتنزل مش بتشوف شغلها فلكن لما بدات ان انا اشتغل وبدات ان انا ممكن اعمل حاجه وافضل قاعده طول الليل انا عايزه اعمل دي مثلا باللولي اللي هي حافظه ادوات الطعام انا ممكن اقعد طول الليل عشان الزق فيها واقطعها والمقاس ما عجبنيش لا
اغير شكلها مش حلو لا اجيب الشكل دوت. يعني هم بيساعدوني في حاجات بسيطه بس هم فرحانين ان انا رجعت لحالتي النفسيه الطبيعيه. بقى اهو ده على السوفا بس موديل تاني. ده موديل تاني. هم حاسوا بان انت بقى كشيماء نفسيتك اتبدلت لما عملتي الحاجات دي. بعدين لما قعدتي في البيت مع الولاد مده طويله هي يعني على قد ما كانت وحشه في الاول بس كانت لطيفه. اكتشفت ولادي، اكتشفت ان انا ولادي فيهم حاجات حلوه كتير انا كنت غايبه عن كانت غايبه عني فعلا بس هي كانت حاجات حلوه فعلا قربت منهم جدا جدا. طبعا انت ما اكتفيتيش بكده بس، خليني العب شويه بقى، انت عملتي بيرسز كمان وشنط وحاجات، يعني اقصد ان انت بداتي تطوري يعني مش بس حاجات للسفره، بدات تعمليها اختراعات. حاجات مش للسفره لازم نعمل اي حاجه ثانيه بسيطه وظريفه كده. عملت الشنطه دي، دي ممكن صيفي جدا على البحر في خروجه وتنفع حاجة شاطئية. تنفع للبنات اللي هم يعني من سن 14 و وينفع برضو تبقى بيرس للميك اب طبعا، ممكن تحطي فيها تشيلي السلسله بتاعتها وتروحي حاطه فيها حاجات للمكياج. تمام. طيب ايه ده رانر طبعا بتاع سفره. اهو اظن ده بتعمليها مثلا الحاجات دي في قد ايه؟ يعني مفرش سفره رانر، هو رانر. مش مفرش يعني هو رانر كده، ده ياخد منك قد ايه؟ مثلا نص ساعة؟ نص ساعة. رائع. بعدين ممكن اعمله بموديلات تانية برضه، اللي هو لو هطرز عليه الورد هطيف عليه الورد او باللولي. أوكي. او لو مثلا عايزة اكتب كلمة اهلا وسهلا زي ما كانت مكتوبة على كيس العيدية اللي هو بالهاند ميد. ممكن دي اكتبها. يعني حب زي يعني ما اكتفيتش بكده، عملت الخدادية. والخدادية دي بعمل منها برضه كلام بكتب عليها اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، ست الحبايب، اغلى حب، الجمل اللي بتبقى بحاجات بقى بالحاجات بقى، مش لازم كلها بقماش، مش لازم كلها بالخيوط، لا ممكن بالتطريز او بالاكسسوري اللي هي بالورود او حسب يعني حسب ما الموديل عاجبني او حسب ما انا شايفه المناسبه تستاهل ايه. تمام. انت بقيتي تعملي حسب الطلب بقى ولا انت بتعملي الاول وتوريه لاصحابك؟ لا انا بعمل الاول وبنزل على البيج بتاعتي وبوريه لاصحابي ولو جالي طلب اوكي. ايه المنخل ده؟ المنخل ده تابلو انا طبعت كلمه اللهم بارك هذا البيت ولزقتها عليه مع إضافة شوية ورد. ده ورق اللهم بارك هذا البيت. لا ده خشب. خشب خشب عشان أنا مش شايفة من الناحية التانية. معلش ده قدام الكاميرا بس، اللي قدام ده أنت عاملاه على الخشب. على الخشب مفرغاه بقى أو أطعه. هي المكنة بتقطعه، هي مكنة الليزر بتقطع. لا ده أنت تطورتي بقى بس في مكنة ليزر وكده. مكنة الليزر دي ما ينفعش إن أنا أجيبها، كل الحاجات دي أنا عندي أنا بعملها في البيت وبجيبها في البيت وبشتغلها في البيت، لكن مكنة الليزر ما أقدرش إن هي عايزة مساحة كبيرة وتكلفة عالية. اوكي فبتوديها لحد بوديها لحد في مطبعه بيطبعها لي. حلو برضو يعني لو ست البيت فكرت انها تعمل تابلو هي نفسها هي اللي تعمله. مش لازم ليزر بقى، ممكن بالورق الكرتون الجليتر يبقى شكله ظريف ولطيف وهيتحط هيبقى هيدينا نفس الشكل بالظبط. يعني لو هي ممكن تعمل له حمايه برضو من ان هو يتقطع او حاجه بحاجه بلاستيك حاجه. هو بيبقى قوي قوي، هو بيبقى قوي. قولي لي بقى ايه اللي جاي بالنسبه لك؟ ايه الافكار المترقعه اللي ناويه انك انت تحاولي تعمليها؟ انا يعني انا ما اكتفيتش بالحاجات دي، انا بحاول في حاجات تانية وموديلات تانية كتير. الشنط بعمل منها حاجات بقى مش تنفع للبحر بس، لا لكل المناسبات وبالاخص للامهات اللي بيبقى معاهم شنط البيبيهات دي بعملها لهم باكتر من مساحه من جوه، من جوه عشان يحطوا الحاجات بتاعتهم. الكاوتش برضو بحاول افكر وان انا اعمل، انا عملت ترابيزه باتنين كاوتش يعني يبقى الارتفاع اللي هو على المستوى قعدتي كده. تحطي عليها بنوره او تحطي عليها ازاز؟ هي بتيجي انا يعني انا بطلعها لحضرتك بالازازه بتاعتها. بالازازه بتاعتها. ولو انت عايزاها من جوه ممكن احط ورد من جوه عشان تديكي ما تبقاش شايفه الارض، تبقى في عمق يعني تبقى شايفه حاجه من جوه. الستات ما بيغلبوش، وقت الفراغ يستثمروه، مواهب ينموها، بيشتغلوا في اي نوع من انواع المجالات. مثلا زي ما شيماء النهارده ضيفتنا في السياحه، السياحه عطلت شويه على طول ما سكتتش، قلبت النشاط بتاعها وافكارها واسعدت نفسها وعملت مش بس حاله نفسيه كويسه، لا بقى في دخل مادي ليها. يعني يا ريت احنا الستات اللي قاعدين في البيت على طول مخهم يشتغل، على طول يفكروا يبقوا هم وحده انتاجيه في البيت ايا كان الحاجه اللي بتتقنيها.
لكن طبعا بشكر شيماء صلاح شكر جزيل انها ادتنا الافكار دي النهارده. بشكرك يا شيماء نورتينا في ست الستات، ودايما لما تجيلك افكار وطرقعات جديده تعالي ارديها عندنا ان شاء الله. ربنا يوفقني ويبقى ليا ورشه واعلم واعمل ندوات خاصه للستات مجانا، ان انا اعلمهم ازاي يستفيدوا من وقتهم، يشغلوا وقتهم علشان ما يفضلوش زعلانين او يفضلوا حاسين بفراغ كتير. لا ابدا. بعد الفاصل هتبقى فقرة مختلفة، لأن هيكون معانا دكتور أحمد السبكي اللي هيكلمنا النهاردة عن آخر تطورات عمليات السمنة والسكر. بعد الفاصل في ست الستات خليكم معانا. العصر الحديث زي ما حضراتكم عارفين شهد تطور كبير جدا جدا في عالم جراحات السمنة والسكر. ده شجع العديد من المرضى اللي بيعانوا طبعا من المشاكل دي انهم يقبلوا على اجراء الجراحات اللي احنا بنتكلم عليها للتخلص نهائيا من مرض السكر ومن مضاعفاته اللي كلنا عارفينها وعارفين قد ايه ممكن تبقى خطر. النهارده معانا حاله كان عندها الشجاعه الكافيه انها تاخد وتقدم على الخطوه دي بالفعل علشان تقضي عندها على مرض السكر. بنرحب الاول بضيفنا اللي منورنا دكتور احمد السبكي استاذ بجراحات السمنه والسكر بجامعه عين شمس. برحب بحضرتك معانا دكتور احمد. والحاله اللي بنتكلم عليها مع حضراتكم النهارده منورانا كمان هي هناء علي السنوسي. اهلا بيكي يا هناء. الاول طبعا دي فرصه رائعه دكتور احمد ان احنا مع حضرتك النهارده، وعايزين نتكلم على مرض العصر، مرض السمنه، واصبحت يعني ايه ظاهره والناس مش عارفة قد إيه الظاهرة دي خطر على صحتنا، مش بس على مظهرنا كستات وكرجالة كمان، لا كمان على الصحة. ممكن حضرتك الأول كده كلمني على علاقة السمنة بمرض السكر والضغط؟ زمان كانت السمنة بتصنف على إنها دفوف الجسم. الكلام ده اتغير من سنين طويلة وأصبحت السمنة أشهر الأمراض، بل سموها أم الأمراض. لأن هي بتجر وراها امراض كتير. السكر زي ما حضرتك عارفه، ضغط، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل المفاصل، كمان كل الامراض دي بتسبب امراض اخرى. فهي شجره بتبدا بجذور السمنه وبتشعب لغايه ما توصل لكل اللي تتخيليه، كل امراض العصر بتيجي من السمنه، حتى جلطات القلب والمخ، حتى قصور الشرايين في القلب. عشان كده العالم تعامل مع مرض السمنة في الفترة الأخيرة بقوة، وبدأ يغير الاستراتيجي اللي كان ماشي عليها قبل كده. كان زمان يقول إن احنا ما نعملش جراحات السمنة المفرطة إلا الناس اللي بقوا سوبر موربيد أوبيز، اللي هو معامل كتلة الجسم فوق 40، يعني لازم يحقق رقم قياسي عشان يعمل عملية. الكلام ده اتغير فعلا، لأن النظرة أصبحت إن ده مرض، كل ما الحقه بدري كل ما النتيجه تبقى افضل، كل ما اتجنب المضاعفات اللي ممكن لو حصلت حتى المريض لو خس مش قابله للرجوع بصوره نهائيه. دكتور قبل ما اسيب حضرتك واتعرف على هناء، مش بس كده، ده في ستات ما بيقدروش ان هم ينجبوا بسبب السمنه. في بعض الاحصائيات كمان اتكلمت على ان مرض السرطان بشكل او باخر مرتبط بكثره الخلايا الدهنيه اللي هي طبعا بتبقى متواجده بالسمنه. غير كده وكده، في دلوقتي في دول كتير بقت داخل التامين الصحي بتاعت الدول في اوروبا وفي امريكا الاوبيسيتي بقت مرض حتى بيدخل داخل التامين الصحي. زي الأمراض العاديه اللي بيجرى ليها العمليات، لان هي النظره اللي انا بقول حضرتك عليها، وما شاء الله المعلومات اللي حضرتك قلتيها قويه جدا. البي سي او اللي هو تكيس المبايض بيجي بسبب السمنه، صحيح، وعلاجه الاساسي هو التخلص من السمنه. وفي ناس راحت عملت كتير محاولات للحقن المجهري وما حصلش انجاب الا لما خست، صحيح، وبيخسوا عايز اقول لحضرتك في اول شهر بعد العمليه، وبتبقى ما بتستخدمش وسيله لانها عارفه انها ما بتحملش اصلا. تلاقي نفسها تعمل العمليه عشان تروح بعد كده تعمل حقن مجهري، تتفاجئ انها حملت وما خدتش حاجه. وكذلك اورام الرحم، اورام الثدي، اورام عنق الرحم،
مرتبط كتير بالهرمونات اللي بتنتج عن السمنه. فاكيد كل الحكايه كل دي حلقه مفرغه. هناء معانا النهارده، انا مش ممكن اصدق ان اللي قدامي دي كانت عندها او كانت بتشكي من السمنه، ما شاء الله. بصي ما فيش خشب حواليا، لكن يعني عايزه اعرف قصتك. احنا معانا صور يا دكتور لهناء قبل ما نتكلم مع هناء. شوفوا هناء الاول كانت شكلها عامل ازاي، ممكن نشوف الصوره؟ واو، هناء قبل وبعد. هناء اللي في النص دي موديل، يعني ممكن تبقى ايه في مجله من مجلات الازياء. ايه هناء، كنت كام كيلو؟ كنت 82. 82 وطبعا ما شاء الله زي الحال من بعضه، انت مش طويله برضو الحال من بعضه، يعني في اي وزن زياده بيبقى باين عليك. طبعا. كنت بتشتكي من ايه لما رحتي لدكتور احمد؟ انا كان عندي سكر وراسي، كنت بعاني منه بقالي سنتين، اللي هو تايب 2، النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو كنت بتاخد قراص جينوميت حاجه كده، يعني اللي هي قوقعه يعني. وبعدين انا ليا تجربه قديمه كده، يعني اختي ومامتي ربنا يا رب يرحمهم يا رب، وصلوا في يعني مراحل مضاعفات السكر كلها انا شفتها قدام عيني، يعني مرت قدامي شفتها. طبعا انا كنت خايفه من حاجه زي كده، اللي هو بقى القدم السكري والجروح والحاجات دي، كله بتوصل للبتري وفيه على طول. لا قوة إلا بالله. انت شفتي الحاجات دي؟ طبعا. مش عشتها. طب هم كمان يا هناء مامتك واختك بيعانوا كانوا من السمنة؟ لا، من السكر يعني اكتر. لكن كانوا برضو سمان، يعني كانوا برضو يعني تخان؟ ماما كانت شوية، بس مش هو كان الاساسي السمنة. هو الاساسي عندي السكر. اللي خوفني السكر، اللي خوفك اللي خلاني التجئ للدكتور احمد هو السكر. يعني بس مش اكتر. وكنت يعني كنت مصدقه، يعني الكلام ده اتقال في الاعلام بقى لنا فتره بنتكلم فيه، لكن الستات او مرضى السكر ما بيامنوش بكده بالظبط. انا ما كنتش غير لما عندهم خوف. انا ما كنتش يعني. انا جوزي هو اللي سعف الموضوع، هو اللي توصل للدكتور احمد وبلغني بس من العمليه الاسبوع الجاي. يا وانا كنت واثقه في جوزي، وطبعا هو يعني دكتور احمد غني عن التعريف. بالظبط بالظبط. انا دخلت برضك وشفته، يعني انت كان سكرك عالي قوي؟ لا، هو انا كنت يعني كنت مظبطه الدنيا، بس انا كنت خايفه من مضاعفات السكر نفسها. ما كنتش طبعا بتقدري تاكلي اي حاجه من اللي انت بتحبيها؟ لا، كنت طبعا كل حاجه متحجمه، مش بتقدري تاكلي زي ما انت عايزه. انا دلوقتي حياتي اختلفت تماما، بقيت اعمل كل حاجه اللي انا عايزاها، كل حاجه باكلها ما بقاش زي الاول، ما بقتش عامله حساب لكل حاجه يعني. اكيد. دكتور احمد برجع لك تاني، في انواع كتير جدا من جراحات السمنه، بعدها بقى اوبسوليت خلاص، بقى يعني ما بقاش بيتعمل، القديم بتاع زمان اللي هو حزام المعده والحاجات دي. وفي حاجات جديده. في حاله هناء حضرتك استخدمت انهي نوع من انواع العمليات؟ واحنا لما بيجي لنا المريض والهدف هو السكر، على طول بيبقى الاختيار الاول بالنسبه لنا هو عمليه التحويل المصغر للمعده. التكميم له تاثير قوي على السكر، لكن بيجي عن طريق النزول القوي في الوزن. في حاله زي حاله استاذه هناء، هي لا تعاني من سمنه مفرطه، هي عندها 20 كيلو، حتى ما كانش تارجت ليها انها تخسهم، بالعكس انا زودت علشان اعرف، زودت وزني عشان اعرف اوصل لتارجت العمليه، اللي هو ما انزلش قوي. أوكي. وده بيحصل من مرضى حضرتك كتير. حضرتك اللي طلبت منها كده دكتور؟ انا ما طلبتش منها كده، بس طلبت او بشترط من كل المرضى اللي عندهم سكر عشان ينفع اجري لهم العمليه انه يكون وزنه زايد في رينج ال 15 كيلو، لانه هيخسهم. فلما يجي لي مريض وزنه قد طوله، اقول له انا اسف ما اقدرش اعمل لك العمليه. ففي مرضى يروحوا يزود وزنه ويجي يعمل العمليه فيخس ال 15 كيلو فيرجع للوزن المثالي، بس يبقى تخلص من السكر. بس دكتور احمد حضرتك طبعا يعني خير العارفين ان مرضى السكر مش بيتخنوا بسهوله. كلام حضرتك سليم. فازاي ممكن يبقى انا مش عايزه يبقى عندي السكر، لكن في نفس الوقت ما هو انا ما بقدرش اتخن قوي، فهل حضرتك بتبقى مشرف على عمليه ان الحقيقه انا حتى مش بوجههم للنقطه دي، لكن هو مريض السكر لو قدر يظبط السكر وفي نفس الوقت بياكل كويس بيتخن. بس ازاي بقى ياكل وفي نفس الوقت السكر متظبط بالعلاج القوي؟ يعني مثلا لو بتاخد قرص ومكفيها انها بتاكل في المعقول، لما بتزود الاكل بتحتاج تاخد قرصين. اوكي. فيظهر عليها الاكل اللي اكلته فتزيد في الوزن. لكن الطريقه المثلى انه يقلب انسولين لو هو عايز يتخن. اوكي. الانسولين هيتخنه في خلال شهر شهرين. ال 10 15 كيلو. وبعدها لما بيعمل العمليه
بيوقف، لكن دي طريقه يقدر يوقف الانسولين لما طبعا الانسولين وبيوقف اقراص. وعايز اقول لحضرتك المرضى اللي بقالهم 15 سنه و20 سنه على انسولين وعملنا لهم العمليه، بس بعد ما قيمنا حالتهم وتاكدنا ان كفاءه البنكرياس تسمح باجراء العمليه وتدينا النتيجه المثاليه، المرضى توقفوا تماما على العلاج بالاقراص والانسولين، تخلصوا من السكر تماما، بياكل براحته، بيقيس السكر سواء الصايم والفاطر او التراكمي اللي على مدار 3 شهور يلاقيه مظبوط. يعني نقدر نقول انه السكر اختفى كانه ما كانش موجود. هناء، احنا كستات برضو بنقلق، يعني يقول لك كلمه جراحه فعارفه اللي هو ايه، بيحصل لك بانيك. قال لا انا هعمل عمليه، طب انا اعمل عمليه ليه؟ ما انا هاخد قرص قبل الاكل وقرص مش عارفه ايه وخلاص. انت بقى كلميني على قلقك، وهل لقيتي اي متاعب بعد العمليه؟ لا، انا قلت لك زي ما قلت لك من شويه اني مريت بتجربه وشفتها بعيني. انا ما كنتش حابه ان انا اخوض نفس الحوار ده يعني. لكن انت لقيتي متاعب يعني؟ لا لا، بصراحه هو اول اسبوع بس لحد ما اتاقلمت وخلاص. اوكي. المرضى بقى دكتور، اولا ممكن تديني فكره على الجراحه دي اللي هي التحويل، في تحويل مصغر وتحويل المسار القديم. بالظبط. عملت ايه بقى مع هناء؟ هي التحويل المصغر هو العمليه اللي احنا بنتكلم عليها، ودي بتختلف تماما عن تحويل المسار القديم. تحويل المصغر للمعده بيجرى بالمنظار. بيبقى في حجم معده كبير كويس. يعني حجم المعده في حاله استاذه هناء كان تلت حجم المعده الاصلي. اللي بيزيد على مدار 6 شهور يوصل ل 50%، على مدار سنتين يوصل 70% من حجم المعده الاصلي، يعني تقريبا 3 ارباع حجم معدتها. وهتبقى استفادت ان السكر اختفى. ما بنقطعش في الامعاء زي تحويل المسار القديم. بنوصل الامعاء مباشره. قطر المعده، التوصيله اللي بين المعده والامعاء بتبقى واسعه، معناها ان المريض كل ساعتين بيقدر ياكل. يعني مش زي زمان ياكل حاجه قد كده يقعد عليها اليوم كله. بالظبط. ويبقى مش عارف واللي هي ياكل. الرغبه اللي في القيء المستمر، ولو كان زياده يحصل له قيء او يبقى عنده نقص فيتامينز او كده. لا، المريض هنا بياخد فيتامينز فقط لمده 6 شهور. اللي ممكن يحصل فيها نقص الفيتامينز بعدها بيوقفها، وبنعمل له اختبار للتحاليل بتطلع ان شاء الله كويسه، ما بياخدش حاجه تاني. فاقصد العمليه مختلفه خالص عن التاريخ اللي الناس كانت فاكراه بتاع عمليه تحويل المسار اللي بتخسس المريض كتير لا ده هيقصوا معدتك، ده هيعمل وهيشيل وهيحصل حاجه. لا، احنا بنوصف في عمليه التحويل المصغر للمعده انها ابسط من عمليه استئصال المراره بالمنظار. اللي هي تقريبا نص الشعب عاملينها والحمد لله ما حسوش بتاثيرها او اي حاجه. ده حقيقي. هناء، طبعا كون ان الموضوع بالمنظار كمان مش مضايقك، يعني كمان كست ومفيش بقى اللي هي زي السيزاريان ومفيش الشق اللي في البطن من فوق لتحت. كلميني من الناحيه الجماليه، هل حسيتي باي تغيير؟ خالص خالص، حتى انا كنت اجي اغير مثلا الجروح، فين الجروح؟ مفيش جروح. لا، بداتي تخسي. كلميني بقى عن رحلتك بعد العمليه، خسيتي قد ايه في قد ايه وعلى مدى قد ايه؟ انا في خلال الاسبوع الاولاني انا كنت كل يوم اوزن ابص الاقي في كيلو نازل، كل يوم كيلو نازل. بس انت لحد رينج معين. لحد رينج معين بدات ادخل الاكل بقى اللي هو ايه، انا يعني في الاول كان خلصت مرحله العصاير والسوائل. دخلت بقى في الجبن والمهروسات وخلاص على كده، بدات بقى ادخل في العيش، فطبعا بدا وزني يقل شويه شويه بسيط مش زي الاول. يعني طبعا السوائل اكيد مش هتزود، مش هتنزل في وزني اكتر من كده يعني. صحيح صحيح. بس ففضلت لحد مثلا شهر بفضل انزل انزل انزل. لحد ما لغايه لما سبت. انت بقالك قد ايه؟ بقالي 6 شهور. 6 شهور. طيب خلال الست شهور دي بقى كلميني وانت ما عندكيش السكر، احساسك ايه؟ يعني طبعا انا من احساسك الصحي ايه؟ اسبوع واحد بس قرايه السكر فرقت معايا. اسبوع واحد بس بعد العمليه قرايه السكر بقت اقل من ما انا كنت متخيلها انا شخصيا. وكنت بتاخدي يعني لغايه لما استقر؟ ما كنتش بعد حاجة. العمليه وقفت خلاص. مفيش اي قرص اخدته بعد العمليه. خلاص. مفيش. طب دكتور احمد، الحاله دي، حاله هناء دي، نقدر اننا نقول نقدر نطبقها على كل الناس؟ يعني تنفع العمليه دي لكل الناس؟
ولا في ناس ما ينفعش معاها؟ هو الحقيقه لازم في تقييم لكل حاله على حده، في عوامل كتير بتاثر في نجاح العمليات. منها طول فتره السكر، المريض بياخد اقراص ولا انسولين، بقاله كام سنه على الانسولين، درجه كفاءه البنكرياس وصلت لغايه فين، وبالتالي احنا كل الكلام ده بنقيمه قبل العمليه، وبنقدر نطمن المريض باذن الله ان السكر هيختفي عندك تماما 100%، وده بيحصل في 90% من الحالات. ال 10% اللي وصل درجه كفاءه البنكرياس لدرجه قليله قوي، بنقول له ان انت هتوقف الانسولين لكن هتقلب لاقراص وتاخد قرص مساعد خفيف، بس هتستفيد ان هنتخلص من مضاعفات السكر، لان هو ده الهدف الحقيقي. زي ما استاذه هناء كانت خايفه، هي زي ما حضرتك قلتي، هي بتاخد قرص وخلاص والموضوع متظبط وبتحكم في اكلها وخلاص، ايه اللي يخليها تعمل عمليه؟ لانها شافت التاريخ المرضي ان السكر في الاول بيستجيب لقرص، بعد كده عايز انسولين، بعد كده مش مستجيب للانسولين، صحيح، بعد كده دخلنا في مضاعفات ومشاكل ملهاش حل، ونيجي ساعتها ناخد الخطوه، ممكن ما نلحقش نصلح الكلام ده، وممكن يبقى في حاجات دامجت خلاص تلفت، زي احيانا شبكيه العين وفقدان البصر في عين، واحيانا الناحيتين. ده مشكله كبيره مشهوره مع السكر من بعد ال 15 سنه. القدم السكريه اللي بتوصل للبتر، القصور الشرايين للقلب اللي بتعمل جلطات ودعامات وجراحه قلب مفتوح. احنا بندعو ان احنا ما نوصلش للمرحله دي، عشان احيانا التلف اللي بيحصل بيستلزم اجراء اخر، صحيح، وهو العمليه بقى للمشكله اللي حصلت واللي مش هترجع لو عالجنا السكر. طيب نبص كمان على هناء ونكمل، يعني عشان نبقى مدركين رحلتها ووعيها الحقيقي ضد هذا المرض، مرض السكر. احنا شايفين هناء بصراحة، حتى لو ما كانش هدفك انك انت تخسي، انت احلى مليون مرة وانت رفيعة من 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 وانت مليانة، يعني انت ما كنتيش يعني ما كنتيش عرض عرضين يعني، بس الحقيقة الشكل مختلف، دي بنت دي، صح ولا لا؟ صحيح. انا دايما بلفت نظر الناس للابتسامة والانطلاقة مش للشكل بس، صحيح، لان زي ما حضرتك شايفة في الصورة في اقبال على الحياة، في احساس بالثقة بالنفس، صحيح، حتى اي حد هيبص في الصورة هيحس انها فرق طريقتها في التصوير مختلف. طيب دكتور بقى عايز اسال حضرتك، يعني اوكي هي زي ما قلت لي هيبقى وزنها هتتوقف بقى عن النزول الجامد، هي خلاص هي كده وصلت للوزن اللي احنا محددينه. افرض بقى رجعت هتتخن، ما هو ان شاء الله احنا، انا عايز اقول لحضرتك احنا بنسال المريض قبل العمليه، انت عايز وزنك يثبت على كام؟ دي تفرق ايه دكتور احمد في العمليه؟ طريقه اجراء العمليه. ما هو ده برضه من ضمن الحاجات المهاريه اللي لازم جراح يبقى عارف ان عمليه التحويل المصغر للمعده مش هي عمليه اسطمبه واحده، مش لما اعملها المريض عشان يخس 100 كيلو، واحنا عندنا مرضى عدوا ال 300 كيلو، زيها زي مريض بيعملها من اجل السكر وعايز يخس 15 كيلو او مش فارقه معاه يخس اصلا. طريقه اجراء العمل، حجم المعده، ما احنا في الاخر بعزل جزء من المعده واسيب جزء شغال، صحيح، الجزء اللي هعزله هيترتب عليه حجم معده وشهيه معينه يخلي المريض ياكل قد ايه ويشبع بعد قد ايه وياكل كل كام ساعه وجبه وياكل كام وجبه في اليوم. قطر التوصيله بين المعده والامعاء بتسمح بمرور الاكل والمعده تفضي كل قد ايه. الجزء من الامعاء اللي انا بعمل له باي باس او اللي انا بحوله اللي الاكل مش هيعدي عليه، اخليه 2 متر زي الستاندرد اول ما توصفت العمليه للسمنه، ولا اخليه 150 ولا 120 ولا 100 سنتي. كل ده معايير لازم جراح السمنه يبقى اورينتد بيها وفاهمها، عشان لما يعمل عمليه المريض يحقق له هدفه من غير لا اوفر ويت او زي ما حضرتك قلت يرجع تاني. طيب بس حضرتك قلت لي برضو في وسط الكلام ان المعده هتتمدد وهترجع 60% 70% لغايه لما تستقر، هل في فرق ما بين الراجل والست؟ لان سمعت شائعات كده ان الرجال معدتهم بتتمدد اكتر، وساعات العمليات يعني ما بتقعدش ناجحه مده طويله وبيحتاجوا اعاده اجراء حاجه بروسيجر معين. هي دي بعض الاحصائيات قالت كده دراسات، لكن احنا لما بنعمل العمليه بنبقى حاسبين
عاملين حسابنا ان المعده دي احنا عاملينها النهارده كده، فالمريضه هتخس في اول شهر كذا، ولما تتمدد تبقى في خلال 3 شهور توصل لكذا، بحيث المريضه او المريض او المريضه في خلال ال6 شهور يوصل للوزن المثالي. يعني استاذه هناء كنا محددين لها ان هي تبقى ال20 كيلو، 60 دول. كيلو بالظبط او 62 كيلو، هي دلوقتي 64 كيلو. انا عايز اقول لحضرتك لولا ان هي خافت تخس زياده وقالت لي انا بدات اكتر قوي في الحلويات، كانت وصلت للرقم بالظبط 60 اللي هو 62 كيلو اللي احنا محددينه. صحيح خبر ابيض، يعني هي دلوقتي 64. اكتر من كده انا لسه انزلي بقى ما يهمكيش دلوقتي. ما دامك مبسوطه انت عندك ولاد. عندك ولاد؟ عندي ادم ورؤى وروزين. مش حاسين ماما اتغيرت؟ في فرق جامد. ماما رجعت تعيله صغيره تاني. صحيح بجد بجد، السمنه بتعمل تعاسه، وعلى فكره ده زي ما دكتور احمد قال بتفرز هرمونات، الهرمونات دي ممكن تضرب تعاسه برضو وحالات نفسيه لبعض المرضى. لكن حديثنا عن السمنه يعني بيطول جدا جدا، لكن وقت فقرتنا للاسف انتهى. لكن بوعد حضراتكم هيكون لنا لقاءات كتير مع دكتور احمد سبكي، لان في عدد كبير جدا من انواع الجراحات الخاصه بالسمنه، وزي ما دكتور احمد قال كل شخص وتشخيصه والجراحة اللي تناسبه، سواء كان مريض سكر أو سمنة فقط. بشكر مع حضراتكم دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر جامعة عين شمس. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. هناء نورتينا، وألف مبروك على اللوك الجميل الجديد والصحة الحديد زي ما بنقول كده، ربنا يديمها عليكي نعمة. آمين يا رب. خلصت حلقتنا النهاردة، بشكركم، بكرة حلقة جديدة ويوم جديد، يا رب أشوفكم على كل خير. باي.